الشعر الزائد هو مشكل ديال العيالات بالخصوص، لانه كيتمثل في ظهور الزغب في المناطق الرجاليه، معناته اللحيه، المستاج، الصدر وحتى في البطن. اشنو هو هذا الشعر الزائد؟ لانه بزاف الناس كيخالفوه ما يسمى بليبيربيلوزيتي او الزغب كثير. دونك الشعر الزائد في اللونغاج ديال الفرنسيه كيفرقوا اونت هايبربيلوزيتي واورتيتيزم. حنا اليوم كنهضروا على الاورتيتيزم اللي كنعتبروه على اساس انه مرض. شنو هذا الاورتيتيزم؟ هو كيف ما قلنا ظهور شعر اللي هو رجالي عند النساء، اللي كيقدر يبان من البلوغ حتى للمراه في نيمبورت كالاج، يعني يقدر يبقى يبان ليها في العمر ديالها كامل. السبب ديالهم باين، لانه مع وجود الدوره الشهريه كيبداو المشاكل ديال ظهور الزغب. دونك الا كان المراه عندها مشكل هرموني كيكون هو السبب المباشر. فاش كنقولوا المشكل الهرموني، يقدر يكون مثلا الخلل في الهرمونات اللي هو كبير، لان الهرمونات عند المراه كيتمركزوا في المبيض وفواحد الغده اللي كاينه فوق الكلوه ومسمى بالغده الكاداريه لا سورينال. دونك هاد الهرمونات كلهم كيتفرزوا والنتيجه ديالهم كتمشي لجدره الزغبه باش تشجع النمو بعقلانيه ولا بطريقه مفرطه. هذاك الهرمون اللي كيتحكم في هذا الشعر الزائد هو التستوستيرون، وهذا التستوستيرون كيف ما قلنا الانتاج ديالو حنا كنفيريفيو كاع لي هرمون ديال المراه. بعض المرات كيكون المشكل في المتحكم الاصلي اللي هو المخ، كيتحكم في ذوك الاعضاء كيخليهم ينتجوا بزاف، وكيكون نتيجه اللي هي ظهور ماده التستوستيرون بنسبه اكثر وتهيج ديالها للزغبه. دونك كطريقه بسيطه، هو اي امراه عندها مشكل وكان عنده تاثير على الدوره الشهريه ديالها، كيكون الطبيب ديالك كيطلب لك ما يسمى بامبيلون هرمونال باش كيفيريفي واش المشكل في الزغبه ولا المشكل في كونتيتي ديال التستوستيرون اللي كاينه، ولا كانت المشكل التستوستيرون فين هي الغدو ولا الغده اللي كتفرزها بنسبه اكثر، شنو المسبب ديالها. التستوستيرون بوحدو ماشي هو السبب الوحيد، لانه حتى ظهور ما يسمى مقاومه الانسولين، وهذه اللي كنشوفوها في العصر ديالنا بالتغذيه المتدهوره وبقله السبور، كيخلي انه كيولي الجسم ديالنا كيقاوم واحد الماده اللي هي الانسولين اللي عندها دورها معروف، هو كتكونسومي لنا السكر اللي كناكلو كتدخلو للدات، كنوليو بحال ما داك السالوت ديالها ما كيبقاش يحل، دونك ما كنبقاوش نستعملو ديك الانسولين، ما كتبقاش تخدم لينا، وهنا كيدخل فيما يسمى بالتروبل هرمونال سيكوندير على ريزيستونس الانسولين. داكشي علاش بعض المرات باش كنحسنوا الحالات المريضه من غير اننا كنعطيو التريتمون، اذا كان هرمون مرون كنطلبوا منها حتى دير الرياضه باش تقدر تهبط الوزن وتحسن هذه المقاومه الانسولين. العلاج اللي غيعطيك الطبيب كيختلف على حسب السبب اللي لقاه بسبب هذا اللي خلى الشعر الزائد يبان. كان مشكل هرموني كيعطي تريتمون ما يسمى دي زونتي هرمون، وهنا كاين جوج انواع. كاين لو تريتمون اونتي هرمون اللي هو لا بيلول او لا مانع الحمل اللي كتاخذو المراه الا كانت مثلا مزوجه باش تمنع نسمها على الحمل، ولا مانع الحمل اللي كنقدروا نعطيو لبنيته واخا ما مزوجاش باش نقصوا من حده نمو داك الزغب. وكاين المواد المضاده للهرمونات اللي هي ماشي فانيه الحماله، اللي كنقادوا بها الهرمونات باش نقصوا نسبه تاثر الزغب مادة التستوستيرون. إذا كان المشكل لقيناه مشكل عضوي مثلا ورم في شي غدة من الغدد ولا تكاثر مفرط، كنعطيو ديك الساعة ان تريتمون اللي يقدر يمشي من الفتيح حتى لدواء معالج اللي كيتخذ عن طريق الفم ولا عن طريق حقن. ولكن اللي كيديرونجي المريضة بالأساس هو النتيجة اللي وصلت لها اللي هو الزغب. وهنا غنهضرو بالأساس العلاج الأساسي اللي هو ما يسمى بالليزر لإزالة الزغب. ليزر لإزالة الزغب هو حل ما نقولوش نهائي، لأنه هذيك سي بلوتو ماركتينغ، يعني فاش كنقولوا ازاله الزغب الزغب نهائي، معناته ان ديك الزغبه بحال عندها شي باب ودرنا ليه الساروت وما غيبقاش يتحل مره اخرى. هو كل مره كيتحل كل ما مشى الحاجه اللي غتحلو اللي هي ماده التستوستيرون، ولكن لو فات اننا حنا مقادين لو دوزاج ديالها وفي نفس الوقت كنحكموا الزغبه مابقاتش كتنوض، كيولي لاسبي بلوز اكسبتابل، يعني كيعجب الانسانه وكتحس براسها مرتاحه بالنتيجه اللي وصلت ليها. كيفاش كيقضي هذا الليزر؟ هاد الليزر هو كيمشي لجدر الزغبه لان خصها تكون كحله بالاساس باش يقدر بحال يقتلها وتنوض وحده اخرى الجدر ديالها اقل، دونك الدياميتر ديالها اقل والكثافه ديالها اقل، وكنبقاو غاديين بحصص متواليه حتى كيوصل للنتيجه اللي كتكون مرغوبه واللي باغيها لا باسيونت. اون جينيرال هاد لي سيونس كيكونوا اكثر من عند انسان عادي اللي ما عندوش مشكل ديال الشعر الزائد، الا كان حتى هو مهتم انه يحيد الزغب، لانه هنا كيكون العامل ستيمولاسيون والعامل فريناج اللي هو اللازر غادي بجوج. اما في الحاله الاخرى كيكون غير الفريناج، يعني حنا غير كنقتلوا الزغبه ولكن ما كتشجعهاش شي حاجه باش ديما تساعدها تنوض.
المغالطه اللي ما خصناش نطيحوا فيها هو اننا حنا كمغربيات بنسبه كبيره كلنا عندنا ماشي كلنا من النسبه الاكثر عندها ما يسمى بالموستاش، يعني الزغب ديال الموستاش كيكون كبير بزاف، وهنا كيكون واحد الشعر الزائد اللي هو بحال نقولوا اثنيك، معناته لي جين ديالنا ان هذا الزغب هذا كيطول بواحد النسبه كبيره. ماشي كاع الناس اللي عندهم الموستاج نايض راه عندهم ميرسيتيزم، كنقلبوا علامات اخرين كيف ما قلنا ظهور الزغب في مناطق اخرى، وهنا السخط كتكون اللحيه بنسبه كثيره. وبعض المرات كيكونوا الناس اللي كان عندهم مشكل بسيط ومشاو مثلا طرق ازاله الزغب عن طريق مثلا الخيط ولا عن طريق النتاف ولا داكشي قاسح ولا كبير حتى كيولي حرش بحال اللحيه ديال الراجل. دونك هاد الاشكال ديال تظهر الزغب الزائد كتخلي انه الاسباب كيف ما قلنا مختلفه، ولكن العلاج الحمد لله كيكون ديما كيعطي نتائج مزيانه. شكرا لك دكتورة على مختلف المعلومات اللي عطيتيها لنا بخصوص موضوع الشعر الزائد عند النساء. نبغي نذكركم مشاهدينا بلي هذا المشكل كيكون من بين الاسباب ديالو هو مشكل هرموني، وممكن يكون سوء التغذية وعدم ممارسة نشاط رياضي ايضا من بين الاسباب ديال الشعر الزائد عند النساء. للتوضيح فقط اولا نذكر بواحد النصيحة، هو ان ماشي انه يكون عندك سيدتي شعر في الشارب ديالك هذا ماشي معناه انك مصنفة من بين السيدات اللي كيعانيو من مشكل الشعر الزائد. بالفعل زينب هو مشكل هرموني بامتياز، ولكن كاين اسباب اخرى ما كيمكن نتعرفوا عليها الا بزياره الطبيب ويعني والعديد من الفحوصات باش نعرفوا منين جاي هذا المشكل. وايضا باش يكون عندنا شعر زائد في مختلف المناطق هذا ما كيعنيش اننا كنعانيو من هذا المشكل. الطبيب بوحده هو اللي كيقدر يشخص هذا المشكل هذا ويعرف واش كتعاني من الشعر الزائد وشنا هو السبب. فقط كيخصنا نعرفوا بان هذا المشكل الهرموني راه كيقدر يؤدي او لا يكون سبب في مشاكل اخرى او لا امراض اخرى. فاذا كان عندنا غير الشعر الزائد وقلنا ماشي مشكل ما كيديرونجيناش كيمكن لنا اننا نحيدوه بمختلف الطرق اللي يعني متوفره، لا راه كيخصك تعالج هذا المشكل لان ما توصلش على الصحه ديالك، عنده تاثيرات على الصحه وباش ما توصلش لمشاكل اخرى او لا الامراض اخرى اللي تقدر انها تطور.